اكثر شغله سمعتها بهاليومين هي باب فينا ناكل شيء، باب فينا ناكل شيء. احسن من طعميهم اشياء بلا طعمه، فينا نطعميهم شيء طيب بس معمول بالبيت. رح نعملهم اليوم بانانا بريد، هو كيك فيه سينامون، فيه قرفه، فيه شوكولا، فيه موز، كتير طيب معمول بالبيت. انتو كمان فيكم تعملوه بانانا بريد كيك. خلينا نبلش. بدنا موز مستوي، شوكليت شيبس، فانيلا، ملح، بيكنج باودر، طحين، سكر، بيض، زبدة، باتر ميلك وسينامون. نغير شوي اليوم، رح نعمل كومبوت بس ما لنا كومبوت، لا مربى بس ما لنا مربى، شيء جديد غريب رح نتعلمه سوا، رح نجربه سوا لاول مره. وبعدكم لاول مره مش عم نخبركم اياها خبريه، رح نطبخ الليمون ليمون رح نطبخ الليمون والحامض بس بلا مي، يعني ما رح نعمل مربى، رح نشوف شو رح يطلع معنا تنعمل فواكه بتتاكل مع سكر او نرجع نطبخها بجاتو بعدين. ريدي؟ لليوم منعوز ليمون، حامض، فاني، سينامون ستيكس، بيهوز اللي هو بهار زهر،
فنوي، أنس سيد أو باديان، كبش قرنفل، بيكانز ولوز سكر. كلهم فهمتهم، بس فنوي شو يعني؟ من بعد التدقيق على جوجل، الفنوي أو فنل اسمها الشمرة بالعربي. ما بدي قصة، بس بدي خزق الجلدة تالعصير تبعوله على الطبخ يطلع لبرا مع السكر ويعمل مثل نوع من السيرو. لبنان عن الليمون كتير مهم، معبى مي منيح، معبى سكر كتير منيح، رح نستعملهم تنطبخ فيهم تيبرموا شوي مثل الكراميل. ما راح اخلطه، بيدوب شوي شوي على نار خفيفه ومنشوف شو فيني اقول ان طنجرتي حلوه كتير كتير. ايه عن جد. طيب من بعد حتى لو قصيناهم، حتى لو قطشناهم، البقيه يعني الطراف رح نرجع نتركهم جوا زياده الخير خير. 100%. كتير حلوه الطنجره. يلا هيدا فرجيكم اياها تمعنوا بالوانها وتنشوف كيف رح تقلب من يلي شايفينه مع كميه سكر على الوجه لا شيء تاني. ما بعرف شو هو. Your forge to hold. You're placing your bet, showing no regret. Close your eyes to hide your lies. Roll the dice. You got me tiptoeing around you like you made a glass. Got an invincible fence letting everyone. طلعوا المي مزبوط. كل هول رح يساعدونا بالطبخ. الريحة بتدوب. And you're talking rude. You're playing a game, driving me insane. Your heart is back, and it's a fact, no turning back. You got me tiptoeing around you like you made a blast. When I use my witchcraft. When I use my witchcraft. Come on. A little bonus للي بده مش ضروري. شوية ليمونشيلو. You got me tiptoeing around you like you made a glass. Got an invincible fence letting everyone know not to trespass, but you're bound to break down, bound to lose, bound to get. على نار كتير خفيفة مثل ما قلنا. Let's wait and see. شفتوا هذا كله الليكيد اللي هون، هذا كله عصير مع سكر. هاي الريحة بتقتل، الريحة بتقتل. عبالي اقطز جوا.
ولا نقطة مي. ريحة سكر، ريحة فاني، وريحة هال الأشياء اللي حطتهم والعصير. لاحظت قدير الريحة. كل اللي عم تشوفوه مش مي، هاي كتير قوية. هيدا عصير ليمون اللي عم بيطبخ حاله بحاله. هلا أكيد المنظر ما عاد حلو قد الأول، بس المهم الطعمة. شفتوا القشرة كيف بلشت تعمل؟ مثل كأنها عم تبلش تقسى على السكر. This is the effect we want. تنوضح الموضوع، كل الطبخة اللي شايفينها، كل هالوقت اللي عم نحطه، كرمال بالآخر القشرة بتطلع بتتاكل وننبسط فيها. كل هيدا الشيء كرمال نطبخ القشرة، بس أول ما رح تشوفوا الفاينل ريزلت بالآخر النتيجة رح تفهموا شو يعني. قطع ساعة على قد، من بعد ساعة خفوا الميات، صاروا أقسى مثل الكراميل. وهلأ وقتها منشوف هيدي خلص، نطفي النار، صفروا من جوا، سودوا من جوا اكشلي هذا الكراميل. وهلأ خارج تتاكل، رح أقولها مثل ما هي يعني، وتتمصمص بين السنين. هذا المرتبان ننطره يسقع، يروق، يتخمر شوي، بعد شي ساعتين نفتحه ومنفرجيكم شو طلع معنا. ساعة وربع تقريبا، ساعة وثلث، غمق لونهن، خفت ماي، طريو كتير، لحبهن دل دول. بتقص بطريقة كتير سهلة وكتير هينة، وانطبخت القشرة لدرجة انه صارت هي بتتاكل. بتحطوها تحت سنين، بتمصوها مزبوط، بيطلع كل السكر وكل الحامض منها، قرشة اللوزة، حموضة بالاخر بتقرص شوي زلعيم. I love it. أطرب كتير، أطرب كتير كتير، حلوة أكتر بكتير، ولا أروع من هيك. أنا ولا مرة تخيلت أنا رح أوصل نهار أكل قشرة الليمونة هيك مثل ما هي. جربوها بالبيت بتعقل. نحن بدنا نفهم كيف بتعملي كيك بالجزر؟ كيف؟ كيف؟ كارت كيك، كيك بالجزر، جزرة يلي هي منا حلوة ومنا فواكه، تعملوا منها كيك بياخد عقل. عبيكم ناكل كارت كيك؟ ايه حماس، يلا كارت كيك، هاو اتس ميد. رح نبلش ونخلصهم. للكارت كيك بدنا بيض، سكر، نوا دو بيكان،
زيت، فاني، بيكنج سودا، ملح، جينجر، سينامون وكبشة قرنفل، جوز وطحين. منحضر اول شيء مكونات اللي هن بنبرش الجوز والنواد البيكان، نرجع بنبرش الجزر ونرجع بنعمل خلطة الكيك. عم نبرش الجوز والنواد البيكان سوا. سكر، بيض، زيت والفانيلا، طحين، بيكنج صودا، ملح. بنزيد البهارات، انا خلطتها قبل، فيكن تعملوا زيت الشي او تزيدوا اللي بدكن اياه. هون في سينامون، جينجر وكبشه قرنفل. بنزيد الجوز والنواد البيكان، نرجع بنزيد الجزر. بتنقوا المولد اللي بدكن اياه، اهم شيء ترشوا عليه زيت، تغطوه ببيكنج شيت وتدهنوا الزيت مزبوط. بدنا نحمل فرن على 180، بده تقريبا ساعة او شوي اكثر. بهالوقت رح نعمل باتر كريم. هيدا دفتر الريسيبتات تبع امك كلهم كلهم، يعني إذا أخدته وبعته على الإنترنت نعمل قرشين أنا وياك. للكريم تشيز باتر كريم بدنا سكر بودرة، زبدة، حليب، فاني وكريم تشيز. بنبلش بسكر البودرة. سوري مرة ما رح انفخ. يا شو حلوين. بنزيد الزبدة، الكريم تشيز، الحليب والفاني. نرجع بنحطهم شوي بالبراد تيقسوا. قطع ساعة. واو وين راح بالكيك؟ بتشكر كيردون على الآخر، ما علق عليها شيء، نطفي على قد. ومنحطه هون وبنتركه تيسقع. بدي اعمله 3 layers، يعني 3 طبقات. رح استفيد من هيدا الحف اللي هون وابرم فيه شوي 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 تعلمه تأتأكد منه كله سوا. خلصنا اول شقفة، رح اترككم يسقعوا 3 شقف ونرجع بنحط الكريم تشيز. اتس معمول سيزن، ما عم باكل كيك بعد. انا عم باكل معمول، خلينا نحضر الكيك. كريم تشيز فروستينج جهز، طار شوي، قسيناه بالبراد. الفوقانية رح اتركها تنزل وحدة وحدة شوي شوي على كل الطرف، هي اللي رح تعطي الطعم الطيبة بتتم أول ما هيدي الكريم ندق بسقف الحلق. تري لايرز كتير طري. طعمة الجزر، طعمة الوالنوت، الكريم تشيز والحلاوة تبع السويتنس تبعها شغلة ولا أروع. شو؟ حمش؟ very nice. جربوا البيت. شو بدنا نعمل اليوم؟ في جاتو على البيج تبع نيل كوكس اخذ ضجه كتير كبيره وكل العالم عم تسال كيف بينعمل.
فت على المطبخ بلا ما تحس رح صور هي عم تعمله تفرجيكم واعطيكم الرسات. ما تخبروا حدا. نيل كوكس مولتن شوكليت جاتو بياخد العقل. هاو اتس ميد. هيدا نبلش. انا هيك بالمطبخ رح صور بس ما رح افرجيها لحدا. هيدا الرسات السحريه مولتن شوكليت كيك. اوكي ثانكس. قول لي ادبي. مكوناتنا لليوم: شوكولا نوار، شوكولا اولي، زبده، سكر، بيض، الموند فلاور، طحين، ملح. ولا انا بان ماري مي سخنه مثل ما قلنا الطنجره ممنوع تدق بالنار لمع الشوكولا. شوكولا اولي، شوكولا عمر والزبده. قديش بدها وقت تقريبا؟ كثير هيني وقتها بيدوبوا بدنا 25 دقيقة خبز. كول. تما يحترق الشوكولا منشيله لو إذا كان بعد فيه شوية شقف، بما إنه هو حامي بيدوبوا لحالهم لما منحركهم. مثل العادة منحرك بزيت الاتجاه تما يزنخ البيض، ومنجرب نسرع قد ما بنقدر لأن الشوكولا حامي وفي هون بالخلطة بيض فبيستوي البيض والجاتو ما بيزبط. قالب الجاتو بندهنه بشوية زبدة، بنحط له شوية طحين، إذا عندكم بيكينج شيت حطوها أحسن، ومنسكب الخلطة. مثل ما انتبهتوا هذا الجاتو ما بينفخ، صرنا بنص الوقت تقريبا عم بيستوي شوي شوي. 25 minutes 25 دقيقة الكيك خلص ما نفخ بعده بالزيت الحجم، بس تخيلوا جوا قديش طاري وقدي دايق. رح ندركو يسقع النكزة منقص ومنفرجيكم من جوا. ضبط على القد وأطيب شيء تاكل، ما كتير سخن بس فاتر، دايب من جوا مستوى من برا بس على الخفيف، ما لازم تخافوا ما لازم تتركوه كتير بالفرن. اوه ماي جاد، ما بده مكنة، ما بده بلندر، ما بده وجع راس، وبحط البسمة على الوجه، بحط الدمعة بالعيون، يعني هالقد طيب. طلع طيب عم بيدوب. Very molten, dark chocolate, سكره كتير خفيف. ما رح تفهموا إلا ما تجربوه. ما رح أقولكم أكثر من هيك. وعيد اليوم على بكرة، ثالث جمعة بالبيت وطلع عبالي الديسير غير شكل. عيطتلي، ناطرتني نال بالمطبخ. يلا تنشوف شو محضرة اليوم. الأجواء حلوة كتير بالمطبخ.
ليكو اليوم شو رح نعمل؟ الالوان الشوكولا. يلا ليتس ديج ان. اليوم رح نعمل تشوكليت بارز. بارت منه رح يكون هيلثي، تاني بارت رح يكون هيك خرج تلقموش. نجرب نرجع كمان شوي على الاشياء اللبنانيه الاصيله. انت شو عم تعمل هون؟ انت شو عم تعمل هون؟ ترجع جد شوكليت بارز هوم ميد. كيف تعملون؟ ما بدون شيء، حضرنا كل المكونات ورح نبلش نتسلى سوا. بتقضوا وقت انتو والعائلة تقريبا شي ساعتين بالمطبخ، وبالاخر بتعملوا شيء بياخد العقل. يلا منبلش. هيك الحماس. ما بدا شيء. شو بتلاقوا بالبيت؟ شو فيكم تلاقوا من السوبر ماركت بتجيبون؟ المكون الاساسي هو الشوكولا اكيد، اهم شغلة، وبعدين بسكوي، درايد فروتس، نوتس، كورن فليكس من جميعه، مولز جايبينه نحن من سفراتنا. رح نجرب نركب كل انواع الشوكولا او تشوكليت بورز، ان كانوا سيريالز، ان كانوا مع نوتس، ان كانوا مع فروتس. ثلاث انواع كورن فليكس، شي هيلثي، شي بلين، وشي على شوكولا. هون عندنا شويه سيدز تنعمل الهيلثي وانز، حلاوي، شوكولا ابيض، سمارتيز، مارشميلوز، سبينكلز، سبينكلز ثانيين كمان، البسكويت غندور القصير، درايد فروتس، وكريسبي ستروبريز. هيدول المولز اللي رح نشتغل فيهم. علومتين كتير أساسية، أهم شيء الشوكولا ما بحياته أبداً أبداً لازم يدق النار، أو بتعملوه ببامارية، يعني المي لازم يكون كلها حواليها طنجرة بقلبها ومي حوالها الثانية، أو إذا ما عندكم بهالكمية وبهالكبر مهم تحطوا طنجرة تحت فيها مي، تما تلدع الطنجرة، تما يلزقوا طنجرتين على بعضهم، بتحطوا فيهم قشر حامض تتضلها نظيفة ومرتبة. النطرة بتبلش بدها شوية وقت، كل هذا الشوكولاتة يدوب بده منيح وقت، أهم شيء ما نستعجل، أهم شيء ما نقوي النار كتير، هتسخن المي، تذوب الشوكولا، ننطر. شو في شيء بيتاكل بهالبراد؟ مغلى من قبل امبارح، منيحة، هيك بكون خلصوا هون. رح نبلش نحط الحشوات كرمال وقت يذوب الشوكولا نسكبه فوقه. شوي شوي بعد بدنا شي نص ساعة. بلشنا نخلص، بلشوا يدوبوا مظبوط، بنخفف هلا النار شوي لحديت ما يكون ما بقى فيه ولا حبة جواتهم، منبلش نسكبهم. خلصت. صار بتصير هالقد مي بنوقف طبعا نحرقهم، بنضل نحركهم بس بيدوبوا حالهم، نحطهم على جنب لحديت ما يدوبوا كلهم سوا،
ونبلش. الشوكولاي يفوت بيناتهم ونجرب قد ما بنقدر نشيل الهواء اللي الهواء كيف عم يظهر. احلى مرحله اياها، احلى مرحله. هول كثير حلوين، رح يطلع لنا شوكولا كثير حلوين. هلا رح نسقعهم شوي، برجع بفرجيكم اياهم بالاخر. المرحله الحلوه هي ساعات بيبقى شوكولا بقلب الطنجره، بتاخذوا كل شيء عندكم انواع كورن فليكس عبيكم تحطوهم وبتخلطوهم كلهم سوا مع الشوكولا لتعملوا سيريال بارز. نحن حطينا فتنس رايس كريسبي على الشوكولا وكورن فليكس عادي. اسمعوا الاصوات، استلذوا بالقرقشه، وهلا بتشوفوا الريزلت رح يطلع لنا. هلا بتشوفوا كيف بيطلعوا بالاخر، يعني ترويقة للولاد مع كباية حليب على جنب، روعة من الروعة. ضروري النايلون، بلا النايلون ما في شيء بيرجع بيقبعهم. هاي شقفة النايلون هي كل شيء، كثير ضروري وما تنسوها. من بعد ما نجلسهم مثل ما اتفقنا بكل شيء بالشوكولا بنخبطهم شوي. نطرنا ساعتين، شوفوا معنا النتيجة.
بعتقد لليوم احلى فيديو كنا عاملينه لهلا باخر 14 يوم هو الدجاج والبطاطا، حبيناه كثير للفيديو وبعتقد كل واحد منكم جرب الريسيت حس قديش مهمه، بس من بعد ما عملنا هول لا مش معقول. اسمعوا هوم ميد شوكليتس بياخذوا العقل. عندي فكره، ليش ما بنزل عند الجيران نعملهم سيربريز؟ هيك بيتذكرونا، بنتذكرهم، بننبسط كلنا سوا بالشوكولا، وفيكم تعملوا زيت الشيء، حضروا اذا كثار انتم والبنايه، هيك بتتسلوا كلكم سوا، بتتركوا السوشيال ديستانسينج، كل واحد ببيته، بس بتكونوا عم بتحطوا الضحكه على وجه حدا ثاني. هيك نحضرهم ونعمل لهم سيربريز. ونزلنا على الدرج لما تقبل الاسانسير، رح نوديهم عند الجيران، رح نحطهم اياهم قدام الباب، من بعدها بنبعث لهم مساج على واتساب بنقول لهم افتحوا الباب، في سيربريز نطلبكم. هاي جيران، عملنا لكم شوكولا، قلنا ولقلكم، يحن قدام الباب، بس افتحوا مطهرين ونضاف جايين من بيتنا، خذوهم انبسطوا فيهم انتوا والاولاد. بيض، اوتس، سكر اسمر، سكر ابيض، بيكنج سودا، فاني، شوكليت شيبس، زبده، بينات باتر، بيكانز. هولي مكونات الكوكيز؟ مزبوط. طحين وين؟ ما في طحين، فلاورلس. ما قدرت انطر. القرشة بتاخد العقل، هوا من جوا ما فيها طحين، ما فيها شيء بنافخ بيعلق او يلي هو، كلها فريش انجريدينتس. قرشتهم
روعة روعة روعة. بليز جربوها كتير هينة. You won't regret it. دايماً بسأل حالي هيدا البسكوي بينعمل بالبيت؟ رح نجرب لأول مرة ونشوف سوا إذا رح تزبط. طحين، سكر أسمر، سكر أبيض، سكر مع قرفة، بيضة، زبدة، فاني، قرفة، جينجر، جوزة الطيب، كبشة قرنفل، ملح، بيكنج سودا. خلطنا بالمكسر الزبدة والسكر الأبيض والسكر الأسمر، دلينا نخلطهم تصاروا نوع من الكريم. وقتها بتشوفوا انه الخلطة صارت مصفرة مثل ما هلأ شايفين، منزيد عليهم البيض والفاني. هون خلطنا سكر أسمر مع قرفة. زبطوا 100% قرشتهم طعمتهم زبطوا و 100% هوم ميد. اسمعوا رائعين، ريكومندد اعملوهم بالبيت. ما في ريحة ينسون كراوية. هيدا رز ناعم ما إله ريحة، مندقها مع شوية سكر تما تلزق.
هيدا نشا، النشا ما له ريحة. وهي موارد للمغلي، عايزين مي، ينسون، كراوية، قرفة، رز ناعم وسكر. أنا عارف قديش بدها وقت على النار، بتبلش تقسى شوي شوي شوي، أخذت أقل من ربع ساعة، من مي على شيء هيك كريمي، شوي شوي، أهم شيء ما تحترق من تحت، وما كتير تقسى حتى ما تصير قاسي تحت السنين. صار وقت، طلعها. للمهلبيه بدنا مسكه مدقوقه مع شويه سكر، حليب بودره، سكر، مي، نشا، مزهر وموارد. مندق المسكه مع السكر تما تلزق، اذا دقيناها بلا سكر بتلزق بالجرن وما بتعود تطلع. كتير هينة وكتير سريعة، أسرع بكتير وأهين بكتير من المغلي. بلشت تقسى كتير، بلشت تقسى منيح. كتير مهم تضلكم تحركوا كرمال ما تلزق تحت، كرمال ما تحترق. بلشت ريحتها تطلع. بعد شوي منزيد المسكة، ما منحطها بالأول تما تمرمر وتما تنزع على الطبخة. يعني شو بدي اخبركم بالمسكي بالمزهر بالموارد، حاسس حالي هيك بنوار بالسبا وعبال اختص فيها. تعال بنسكب ننطرهم تيسقعوا وننبسط فيهم بعد الظهر.
دسير هين بيمصطوا فيه الولاد بتعملوه بالبيت. هيدا المهلبية ريحتها حلوة كتير، طعمتها ولا أهم من هيك، بتحسسكم أن طلعتوا على الضيعة، أنكم برمتوا لبنان أنتوا قاعدين بالبيت. يعني تخيلوا حالكم حدا ولد وعندكم شي مناسبة وكله مغلي كل السنة، ما حدا قال أنه المغلي لازم يكون بس ساعة فيه ولادة. قرشة القلوبات بالآخر، عظيم. صلينا كتير، صار وقت الولاد عن جديد. اجينا سبيشل دليفري دق الباب وطلعوا شو اللي قدامه. وافل، كريب وعلب. بتعرفوا هول شو العلب؟ هول العلب من حدا اسمه مانشيز، يلي هو اذا ما بدكم تطبخوا بالبيت ما بدكم تفوتوا بيض على البيت، شغله كتير هينه. عندكم واو شوكليت سبريد، حليب شوكولا، وعندنا هون يعني هن القصة كلها يعني ميكسز، بانكيك ميكس، وافل ميكس، كريب ميكس، بودرة بدها بس مي، ولا بدها حليب، ولا بدها بيض، ما بدها شيء، مثل ما هي. في أهيا من هيك وألز من هيك، وحتى فيكم تطلبون مع مكاناتهم. Very nice. يلا خلينا نلعب. Hello Anthony, we care about you. All our mixes are only add water. يعني كل الميكسز بس بدهم مي. ما فيهم بيض، ما فيهم توم، ما فيهم بصل. هلا بندوقهم سوا. Non GMO, non preservative, no colorant, low calorie, 100% Lebanese. لبناني لدرجة انه حتى الشوكليت معمولة بلبنان ومكتوب عليها made in Lebanon. هول الميكسز باكجينج كتير مرتب، كتير حلو، مطبوع، محطوط سوفيد، مكتوب عليه من بكل وضوح انه بس واحد بيزيد مي، ومن ورا في طريقة التحضير هينة وسريعة، حتى في نوتريشن فاكتس بتعرفوا شو المكونات. بيطلعوا كتير طيبين مع البانكيكس. السيرو اللي حضرناه امبارح او الكانديد ليمونز، وايت شوكليت، دارك شوكليت كريسبيز، هيدي رح نعمل فيها شيء مهضوم ونجرب نخترع شيء غريب عجيب، وايت شوكليت سبرينكلز لانه البانكيكس بلا موز ما له معنى، وهيك بقصوا الموزه بلا ما تلو ايديكم وتقصوا اصابعكم. جبنا ثلاث اشياء لبنانية اصيلة انا بحبها كتير. دبس الزبيب من اهم ما يكون، بجيبها من راس بعلبك، تتخيلوها على البانكيكس، طلعوا الكونسيستنسي تبعها ولا اهم من هيك. فعلا دبس الزبيب ما خصوا ابدا ولا بدبس العنب ولا بدبس الخروب، دبس الزبيب شغل كتير كتير كبيرة. راس بعلبك لازم ندقون، هلا نعملون.
اكيد دبس الخروب. دبس الخروب يلي بيجي من منطقة اسمها القصيبة بالمتن، كلنا بنعرف شو دبس الخروب، ريحته كتير حلوة، وكمان على البانكيكس او على الوافلز كتير مهم. وبالاخر ما بعرف اذا بتعرفوها، يلي هو منه دبس بس شوي مثل عصير العنب، بيشبه كتير الميبل سيرب، very liquid sweet. طعمة العنب فيه كتير حلوة، من لبنان اكيد، بياخد العقل. كمان على البانكيكس، يعني روعة من روعات. ثلاث اشياء وطنية اذا معكم اياهم بالبيت كتير ضروري تجيبوهم على البيت. يلا صار الوقت، قطعوا ثلث ساعة، ارتاحوا الميكسز، صار وقت نبلش. البانكيك زبطت، رح نزيد لها شوية كاكاو وموز ونجرب هالاختراع. البانكيكس نفخوا حتى لو ما فيهم بيض، ترايا كتير. ابدا ما بيعلكوا، منهم معجنين، unexpectedly كتير طيبين. جربوها مع كاكاو، شوكليت شيبس وموز، بتدوخ. بتتعطي لهم ساعة شفت انا ما فيها بيض، بتتعطي لهم يكونوا معجنين معلكين. بس نفخوا كفاية، اكيد ما بعرف فيهم يمكن خمير شوي، ما بعرف شو مكونات، بس ضابطين عظيم. مع الاشياء بحطون زيادة السيرب او تشوكلت، ترويقة رائعة. يلا نحن عنا شغل نعمله، بعد الاولاد ما تروقوا، رح نرجع نخلط عن جديد. خلطنا شوي اول شيء، كباية كباية ما قدوا كتير، سو رح نرجع نخلط 3 4 كباية ونقضي قبل الظهر عم نتصلى بالمطبخ. تكي شايف البانكيكس عبرت، عملتها هيك مثل اللقمة، حطيت عليها دبس الزبيب. فعلا شغلة ولا أروع ما يكون.